اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه، رجعنا لكم بدوره جديده. في هاي الدوره حنتعلم كيف نسوي مشاهد سينمائيه على برنامج اريال انجن ونضيفها داخل اللعبه تبعيتنا. اذا انت اول مره تستخدم برنامج اريال انجن بامكانك تضغط على الروابط في الديسكربشن كيف تحمل البرنامج وكيف تستخدم البرنامج. هاي اللعبه، هاي الدوره تم تصميمها للمبتدئين والمتوسطين. راح نتعلم في هاي الدوره كيف نستخدم السيكونسر وكيف نشغل الكاميرا على الريل، كيف نحطها على السكه حديديه تتحرك مع السكه الحديديه، وراح نركب الكاميرا على الكرين ونتعلم كيف نسوي مشاهد ابداعيه داخل برنامج اريال انجن. ممكن تسوي حتى فيها افلام خارج الالعاب. في النهايه حنتعلم كيف نشغلها عن طريق البلو برنت، سواء بالدخول على بوس او شخصيه معينه او اول ما تبدا اللعبه. اذا عجبك الكلام اللي انا قلته برحب فيك وبقول لك اهلا وسهلا، بشوفك في الدوره. في امان الله.